ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي لمتابعة الموقف في كل المحافظات في ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خاصة أنها تضمنت زيادة سعر السولار لأول مرة منذ 30 شهرا. وأشار مدبولي إلى أن كل محافظ قام بتحديد الزيادة التي ستحدث في تعريفة الركوب للسرفيز ووسائل النقل الجماعي والعام. وفيما يتعلق بسيارات نقل الخضروات والفاكهة، أكد مدبولي ضرورة عدم استغلال البعض لزيادة أسعار السولار في القيام برفع أسعار السلع، وخاصة أن اتحاد الغرف التجارية أجرى تحليلاً على زيادة تكلفة السلع في ضوء زيادة أسعار المنتجات البترولية، فكان من نتائجه أن هذه الزيادة لن تتجاوز نسبة تأثيرها على التكلفة 1 في 1000. وحذر رئيس الوزراء من زيادة أسعار السلع والخضر بالأسواق وخاصة السلع الرئيسية، مطالبا المحافظين بوقفة حاسمة في هذا الأمر ومتابعة حركة الأسواق أولا بأول.